ينبغي لطالب العلم أن تكون له صلة وثيقة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر المراجعة والقراءة فيه. بعد حرصه على كلام رب العالمين جل وعلا وأن يكرر ذلك ويحسن بنا، أن يكون الواحد قبل اجتماعنا، وما دام أن الاجتماع إنما هو يوم في الأسبوع أو ساعة زيادة في الأسبوع، ينبغي أن يتهيأ الحريص على أن يفهم هذا المختصر بأن يقرأ الحديث التي يتوقع أن يكون الكلام عليها عدة مرات قبل أن يحضر، حتى إذا حاك في خاطره شيء سأل عنه. أول حديث في هذا الكتاب حديث مهم، والثاني لما وراءه له شأن عظيم فيما يتعلق بالعمل والإيمان ما هو. فهو ينبغي للطالب العلم أن تكون صلته متكررة